بنسأل عن أسعار السلع في خلال الشهرين اللي فاتوا دول، هل فيها تغير ولا ثابتة زي ما هي؟ لا، في تغير طبعا في الأسعار، الأسعار ارتفعت بشكل طبعا كبير، يعني تجاوز 50% أو 60%. لا، في أسعار الحاجات بقى اتغيرت، بتتغير يعني بالراحة مشاوي، يعني بتتغير بتبقى أعلى ولا أقل؟ لا، فيها الأقل. لأن الوقت الطماطم يعني كان ب 35 و 45، الوقت ب 18 ب 17. الحاجة دي غليت أكتر، الحاجة غليت أكتر، يعني كانت مثلا حاجة ب 10 بقت مثلا ب 12 و 13 والتضالع بقى، حاجة عمالة كل شوية تغلى. بس يعني معقول، بس في حاجات بتزيد وفي حاجات بتبقى معقولة يعني. أسعار السلع دلوقتي غير، يعني غلت أكتر من الأول، أكتر من الأول. زي الكيلو جوف دلوقتي أنا ببيعه بكام؟ بخمسة جنيه بس. أدلك الأسعار بتاعتي. تفتكر السبب في كده إيه؟ مش عارف والله، ربنا وحده بس هو اللي يتولانا برحمته، غير كده بس، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل. من بعد الثورة وكل حاجة غالية، كل حاجة غالية. الكيلو بطاطس كان ب 3 جنيه قبل الثورة، دلوقتي ب 6 جنيه و7 جنيه. الطماطم كانت بجنيه وبجنيه ونص، ب 3 جنيه و3 ونص و4 جنيه، يعني كل حاجة غالية يعني. السلعة يعني زادت وكده، ويوم سهل يعني الجو استقر في البلد والحاجة ترجع زي ما هي بإذن الله. بس إن شاء الله في أمل إن الدنيا هتتظبط والحياة هتستقر وتبقى تمام يعني. فيها تغير طبعا، إنها غليت عن الأول كتير، مش حاجة بسيطة، لا ده غليت كتير. يعني أنا الأول كنت بدي البيت مثلاً 25 جنيه في اليوم يجيبوا حاجتهم، بالوقت بديهم 50 جنيه ومش عارف أجيبها، ومش عارف أسدد الأجار ولا أي حاجة ولا بتاع. رغم أنهم بيقولوا في تحسن والكلام ده كله، والحكومة بتقول في تحسن، ما فيش تحسن ملحوظ يعني، باين قوي يعني. والله حضرتك الأسعار رفع جامد جداً، وما فيش سوق، أنا ما فيش شغل كمان يعني، الجو مريح والأسعار كل يوم الحاجة اللي بتشتريها النهاردة تنزل تاني يوم كأنها حاجة جديدة. عندنا مثلا الفاصوليا واللوبيا والحاجات بتاعه البيوت اللي هي الطبيعيه ديت، الفاصوليا النهارده واصله 20 جنيه، كانت ب 8 جنيه وب 12 جنيه، يوم ما زادت قوي كان ب 14. هو اكيد في اسعار، الاسعار زادت لان في طبعا اكتريه الحاجات دي متصنعه من نحاس ومن كروم، فدي كلها خامات مستورده من الصين، فطبعا مع زياده الاسعار بتزيد من الجمرك، بتزيد من الضرايب، فطبعا كل ده بيصب في التصنيع نفسه، ده غير ان العماله غليت، فكل ده بيجي على القطعة نفسها. بدأ الناس الإقبال ضعيف جدا مع زيادة السرعة كمان، بقى مفيش أمن، مفيش أمان، مفيش استقرار اقتصادي، مفيش استقرار في الأمن، فبالتالي مفيش حد بيخرج يشتري، فبالتالي مفيش حركة بيع، في بس الأسعار بتزيد لكن مفيش حركة بيع. هو أولا قبل ما نتكلم عن تغير في الأسعار نتكلم إن مفيش حركة في السوق، في وقف حالات الكرسيات، في حركة يعني مفيش حركة في السوق، في وقف حال، ورغم إن في وقف حال ان الاسعار بترتفع. ترتفع ليه؟ علشان الخواجه المستثمر بيتحكم فينا نمره واحد، نمره اتنين بيحاسبنا بالدولار. الناس ظروفها بقت صعبه، واخد بالك، فتغير الاسعار لازم يبين ويبقى واضح. هو للاسف لا فيه بيع ولا شراء، هي دي للاسف، ومش فارقه قوي مع الناس يعني. لو من دول الموضوع اللي حاصل ده هو موقف النبس، نبس اي مصري ده بالنسبة لموضوع السوق عامة يعني. طب الحاجات اللي انت كنت بتشتريها للبيت سواء خضر، فواكه، مقتنيات عادية للبيت، هل انت شايف فيه تغير في أسعارها؟ لا برضو ما فيش تغير، هي التغير بس، هي الموضوع ان ما فيش أصلا قابلية لا على الشراء ولا على البيع، الناس قاعدة في بيوتها. طب حضرتك شايف السبب في كده ايه؟ السبب في كده طبعا الحالة السياسية اللي بنشوفها اليومين دول، طبعا اللي هي طبعا كل من هو معاه سلاح أو هو اللي معاه سلاح الصبح يصحى بدري طبعا يبقى رئيس الجمهورية، زي اللي بحصل دلوقتي. لا عندك شركات تيجي تستثمر، لا عندك ناس نضاف تيجي تستثمر في البلد دي، لأنه البلد دي اللي حاكمها قوة السلاح بس، مفيش حاجة يعني. مثلا اللي حصل ده يعتبر المؤسسات تتمرد على الرئيس المنتخب اللي انتخبه الشعب، فهي دي المشكلة اللي عندنا. عشان كده احنا هنرجع للورا مش لقدام. طبعا في تغير ملحوظ،
بس يعني في حاجات بتعلى وحاجات بتقل وكده، مش كل حاجه زي بعضيها. يلا صار بتزيد، خلي بالك الحاجه هي هي، بس التاجر بقى شايف الدنيا خربانه حواليه فبالمره بقى.